الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، نبدأ وإياكم سلسلة محاضرات مادة الأحياء في الفصل الثاني. أعزائي الطلبة، لقد خلق الله سبحانه وتعالى جسم الإنسان وجعله بقوام حسن، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله العلي العظيم. هذا الجسم جعله الله سبحانه وتعالى، جعل فيه عدة مميزات، وهذه المميزات هي التي أعطت هذا القوام الحسن. أخذنا بالفصل الأول، عرفنا بأنه الجسم يتكون من خلايا، وتجتمع الخلايا مع بعضها البعض لتكون الأنسجة، وتجتمع الأنسجة لتكون أعضاء، وهذه الأعضاء تتحد مع بعضها البعض لأداء وظائف معينة، وتكون بمجموعها تكون الجهاز. مجموعة الأجهزة التي تعمل مع بعضها البعض بتناسق تام تعطي جسم الإنسان المتكامل. ومن هذه الأجهزة التي سنتناولها اليوم هو الجهاز الهيكلي. ما هو الجهاز الهيكلي؟ وما أهميته؟ وما هي أجزاء؟ وسنجيب على جميع هذه التساؤلات في هذه المحاضرة وفي محاضرات قادمة إن شاء الله. إذن الجهاز الهيكلي هو الدعامة الصلبة، هو الدعامة الصلبة لجسم الإنسان، وما يسمى بالهيكل العظمي. إذن ما هي أهمية هذا الهيكل وهذا الجهاز؟ أولاً، يشكل دعامة قوية وصلبة. هذه الدعامة القوية الصلبة تعطي قوام الإنسان، إذن تعطي للجسم شكله. إذن يشكل دعامة قوية تعطي لجسم الإنسان الشكل. ثانياً، يوفر الحماية لبعض الأجهزة الداخلية مثل الجمجمة التي تشكل صندوق عظمي لحماية الدماغ، والقفص الصدري والذي يشكل أيضاً صندوق عظمي يحمي داخله القلب والرئتين والأعضاء الداخلية المرنة، وكذلك أيضاً العمود الفقري الذي يكون أنبوب يحمل، طبعاً العمود الفقري مكون من عدة فقرات وراح نتناولها أيضاً، والذي يكون أنبوب يحمل داخله الحبل الشوكي، إضافة إلى وظيفة أخرى وهي وظيفة الحركة. شو يعني وظيفة الحركة؟ عندي جهاز اسمه الجهاز الحركي، والجهاز الحركي مكون من جهازين، هما الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي. الجهاز الهيكلي اللي يكون الهيكل العظمي، والجهاز العضلي التي هي أقصد بها العضلات. فالعضلات مع الجهاز مع الهيكل العظمي تكون الجهاز الحركي. إذن الحركة، وذلك بسبب الارتباط بين عمل العضلات والعظام. إذن كيف تؤدى عملية الحركة؟ إذن كيف تحصل عملية الحركة؟ أو كيف تشترك العضلات مع العظام لتؤدي فعل الحركة؟ يطلق على العضلات والعظام معا الجهاز الحركي. تعليل: يطلق على العضلات والعظام معا الجهاز الحركي. العضلات مسؤولة عن الحركة، يعني عن توليد القوة، عن توليد القوة اللازمة للحركة، والعظام تشكل مرتكز هذه القوة، مرتكز هذه القوة التي تستند عليها العضلات. إذن العضلات تولد القوة، والعظام هي المرتكز التي تستند عليه العضلات والتي تؤدي فعل الحركة، حيث يتم تحويل القوة الناتجة إلى حركة موضعية أو انتقالية. إذن الموضعية هي حركة الرأس باتجاهات متعددة، أو حركة اليدين، أو حركة العيون، أو أي حركة موضعية، بينما الحركة الانتقالية هي حركة الجسم من مكان إلى مكان آخر. إذن يطلق على العضلات والعظام معا الجهاز الحركي، لأن العضلات مسؤولة عن توليد القوة اللازمة للحركة، وتشكل العظام المرتكز الذي تستند عليه العضلات، والتي تعمل على تحويل القوة الناتجة إلى حركة انتقالية أو حركة موضعية.
إذن إحنا قلنا الهيكل الجهاز الهيكلي هو عبارة عن هيكل عظمي، هيكل عظمي، والعظم العظم هو عبارة عن نسيج، وإحنا أخذنا بالفصل الأول ما هو النسيج، والنسيج هو مجموعة من الخلايا المرتبطة مع بعضها البعض، خلايا متشابهة أو مختلفة ترتبط مع بعضها البعض، والأنسجة مجموعة الأنسجة تكون الأجهزة الأعضاء عفواً، والأعضاء تكون بمجموعها الأجهزة، وترتبط الأجهزة لتكون الجسم. إذن ما هو العظم؟ العظم هو نسيج مكون من عدة خلايا. إذن نسيج مكون من خلايا، هاي الخلايا إيش أسميها؟ الخلايا العظمية. إذن يتكون العظم من نسيج مؤلف من خلايا عظمية. شلون شكلها هاي الخلايا العظمية؟ تكون نجمية الشكل، خلايا عظمية نجمية الشكل. إذن خلية وتحتوي داخلها على نواة، وتكون شكل الخلية العظمية نجمية الشكل، مرتبة على هيئة حلقات، مرتبة على هيئة حلقات، حلقات تامة الاستدارة، تامة الاستدارة يعني حلقات دائرية، لكن هنا مقطع من هاي الدائرة الكاملة ماخذينها، ومقطع مكبر من العظم. إذن مرتبة على هيئة حلقات أو دوائر، وسطها توجد قناة، وسط هاي الدوائر أكو قناة، إيش أسميها؟ قناة هافرس، نسبة إلى العالم كليبتون هافرس. شنو وظيفة قناة هافرس؟ وظيفة قناة هافرس هي يدخل من خلالها الأعصاب والأوعية الدموية اللي تغذي العظم، يدخل من خلالها الأعصاب والأوعية الدموية التي تغذي العظم. إذن وتقوم الخلايا العظمية بإفراز صفائح عظمية، صفائح عظمية التي تعطي الصلابة للعظم. إذن العظم هو نسيج مكون من مجموعة من الخلايا، الخلايا أسميها خلايا عظمية. شلون شكلها؟ خلايا نجمية الشكل، تكون مرتبة بشكل حلقات أو دوائر، مرتبة بحلقات ودوائر، لكن وسط هذه الحلقات أو الدوائر توجد قناة، القناة أسميها قناة هافرس نسبة إلى مكتشفها كليبتون هافرس اللي هو عالم أحياء. شنو وظيفة قناة هافرس؟ يدخل من خلالها الأعصاب والأوعية الدموية المغذية للعظم. هسه راح نلاحظ هنا الرسم، وهذا طبعا رسم مهم جدا وداخل في مادة الامتحان الوزاري، مقطع مستعرض من عظم. شنو يعني مستعرض؟ يعني هذا العظم ومقطوع بالعرض، هذا العظم ومقطوع، صاير القطع بالعرض، فمقطع مستعرض من العظم، جزء مكبر من مقطع عرضي في العظم. احنا ايش قلنا؟ قلنا العظم مكون من خلايا عظمية، هاي الخلايا العظمية اللي تكون نجمية الشكل، نجمية الشكل هاي الخلايا، مرتبة بشكل حلقات أو دوائر، مرتبة يعني هنا أنا ماخذ جزء من هاي الحلقة، جزء هي حلقة كاملة، حلقة كاملة أو دائرة كاملة، فهو مقتطع جزء من هاي الحلقات، مرتبة بشكل حلقات أو دوائر حول قناة مركزية، هاي القناة المركزية يعني هاي القناة ودائرة مدائرها أكو حلقات من الخلايا العظمية، هاي القناة تسميها قناة هافرس. شنو هذاني الأسود؟ هذا هاي الخلايا العظمية اللي تكون نجمية الشكل، تفرز الخلايا العظمية صفائح أسميها الصفائح العظمية، هاي تعطي صلابة للعظم، المادة البينية للعظم اللي هي صفائح العظمية تعطي الصلابة للعظم. هسه نجي ما هي مكونات العظم؟ منين يتكون؟ طبعا العظم يتكون من مادة كيميائية، هاي المادة الكيميائية أو مواد كيميائية يا أما تكون عضوية أو لا عضوية، إذن يتكون من مواد كيميائية عضوية ولا عضوية. ما هي المواد العضوية وما هي المواد اللا عضوية المكونة للعظم؟ إذن وما هي نسبها؟ طبعا النسب مطلوب حفظها كفراغات. إذن ما التركيب الكيميائي والعضوي للعظم؟ ما التركيب الكيميائي والعضوي للعظم؟ يتركب العظم من 35% مواد عضوية و65% مواد غير عضوية.
المواد العضوية إيش أقصد بيها؟ تتكون من كولاجين والميوكول. الكولاجين هو مادة عضوية غروية تدخل في تركيب العظم، تركيب الكيميائي للعظم. إذن كتعريف أقول مادة عضوية غروية تدخل في التركيب الكيميائي للعظم. الميوكول مادة عضوية شبه مخاطية تدخل في التركيب الكيميائي للعظم ومسؤولة عن مرونة العظم. يجي سؤال بالوزاري، من المسؤول عن كل مما يأتي؟ أولاً مرونة العظم، إيش أكتب؟ أكتب الميوكول. إذن الميوكول من المسؤول عن تغذية العظم؟ الأوعية الدموية التي تدخل من خلال قناة هافرس. من المسؤول عن إعطاء الصلابة للعظم؟ المواد الكيميائية اللي هسه راح ناخذها واللي تكون الصفائح العظمية. إذن هاي المواد العضوية، المواد الغير العضوية، المواد غير العضوية ايش اقصد بيها؟ اقصد بيها الاملاح اللي هي املاح الكالسيوم وفوسفات المنغنيز وكلوريد الصوديوم. املاح الكالسيوم، فوسفات المنغنيز وكلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام كلوريد الصوديوم. زين، شو املاح الكالسيوم؟ مثل ايش؟ مثل فلوريد الكالسيوم وفوسفات الكالسيوم. اذن املاح الكالسيوم تجي كفراغات، تجي كفراغات. ما هي المواد غير العضوية؟ نقول أملاح الكالسيوم مثل فلوريد الكالسيوم وفوسفات الكالسيوم وفوسفات المنغنيز وكلوريد الصوديوم.